هذه الجلسة اليوم تم تسجيل الجلسة، سيتم الترافع في الصراح المؤقت بالنسبة للموثقة وبالنسبة للدركي. كنتمناو أن المحكمة تستجيب هذه المرة للمرافعات والطلب ديال الصراح المؤقت، لأن المسألة تتعلق بحالة إنسانية، فكنتمناو من المحكمة أنها تعتبر ضمانات الحضور وتعتبر القانون وتفرج على الناس، لأنهم ما عندهم ما يديروا في السجن. كما صرحنا قبل أن الاعتقال الاحتياطي عنده الشروط ديالو، الشروط ديالو ما موجودينش في هذه الحالة، وللمحكمة واسع النظر، كنطلبوا منها تطبق القانون. وشكرا لكم. ما كنوبش على الأستاذ الناصري، فما يمكن ليش هضر على الأستاذ الناصري. الودعية الصحية للموكلة ديالنا متدهورة، فهي في حالة خطر، غادي نبقاو بهذه الوتيرة إلى أن تتوفى هذه السيدة في السجن. فكنطالبوا أن المحكمة تشوف هذه الحالة الإنسانية، وقبل كل شيء الأصل هو الحرية، وأن هذا فيها ضمانات الحضور. كنطلبوا من المحكمة أنها تطبق القانون. وشكرا جزيلا. أستاذ الفيزازي محامي في هذا الرباط.